طيب قول لي يا رامي، ايه اكتر ماتش للزمالك ملهم بالنسبه لك؟ ايه اكتر ماتش يعني عمرك في حياتك ما هتنساه وبتحب الماتش ده قوي وملهم بالنسبه لرامي وبيشوف اغانيه عليه؟ كتير قوي يعني كذا حاجة والله. من وانا صغير انا شفت كان ليا الحظ ان انا حضرت في الاستاد ماتش بتاع نهائي افريقيا دوري ابطال بتاع الزمالك والرجاء، اللي هي اخر دوري ابطال خدناه ده، حضرته في الاستاد وكان منظر مهول. انا ما شفتش الكم ده في حياتي في ماتش، يعني انا دخلت الاستاد بالجنب او دخلت بظهري، مش فاكر دخلت ازاي، ومتشال يعني رجلي مش على الارض من كتر الزحمة، وقعدت في مكان حلو قوي يعني، ورحت لوحدي كده يعني، ما كانش رحت حتى من ورا اهلي كان علشان عندك قد كان ايه؟ هيخافوا عليا يعني. كنت في المراهقه، مش فاكر كام بالظبط، بس يعني ايام المدرسة يعني. لا يعني يمكن في اولى مثلا جامعه حاجه كنت كده يعني، صغير. لسه تين ايجر يعني. بس فكان يوم حلو قوي يعني، كان جميل مش هيتنسي. الكونفدراليه برضو حضرته في الاستاد مش هنساه. كل ماتشات الأهلي طبعا اللي كسبناها أغلبها حضرتها، 2003 و2000 الفترة دي بالذات كنت بروح كتير كنت قوي بروح الاستاد، وكان الاستاد الزمالك كتير. في الفترة دي موفق قوي في ال4 سنين دول من 2000 ل 2004. نفسك يرجع الجماهير ترجع بنفس الشكل تاني في نفسي الاستاد؟ والله انا اول ما ابتدت جماهير ترجع تقريبا ماتشات الدوري دي اغلبها حضرتها، انا رحت خدت رحت التطعيم مخصوص علشان احضر الماتشات يعني. بس عارف برضو لما بيكون الاستاد يعني كامل عدد طبعا الفول كاباسيتي اتمنى، بتاعته بتبقى نفسي الموضوع طبعا بيكون نفسي، مختلف بس هو لسه تماما. يعني واحده واحده واحده، واحده لان الناس لسه دلوقتي يعني كله بيحاول يتطعم، لسه الناس ما خدتش بالها قوي من موضوع تذكرتي وطريقه الدخول، فالموضوع صعب شويه على الناس، بس فربنا سهل. اتمنى اشوف بقى ان شاء الله احنا القرعه واحنا شغالين دلوقتي بالظبط. القرعة بتتعمل. دلوقتي لو في اي معلومات او بقولوا في اي لنا كده على اخبار الهوا. كده اكيد فريق الاعداد هيقول لنا، بس لسه بيقولوا لنا ان لسه. طيب دلوقتي عايزه بقى لو انت اسالك عن سؤال كده عن اللعيبه، لو انت تعمل اغنيه للاعب واحد بس في الزمالك ممكن تعمل اغنيه لمين؟ هو في سؤال صعب. لان في ناس كتير قوي كتير بصراحه. بنحبهم من زمان يعني، انا ما حضرتش طبعا جيل كابتن حسن شحاته يعني، انا عارف ان هو لعيب عظيم والجيل ده كان مليان، كابتن حماده عبد اللطيف ناس كتير قوي. انت رجعت انا جيل رجعت حازم، ورا ما انا شويه. بحاول، انا بقول لك دول ما حضرتهمش، بس انا حضرت جيل طبعا حازم امام امبراطور، طبعا بس لو هقول غنوه شيكابالا يعني. شيكابالا.